رحلة الميلاد. رحلة الميلاد هي رحلة أشواق، رحلة تطلعات الناس لمجيء المخلص في ملء الزمان. هي رحلة إيمان لكل قلب يبحث بإخلاص عن المخلص. هي رحلة التقاء السماء لتقبل أرض العناء. هي رحلة الملائكة لتنشد وتلتقي ببسطاء الأرض. هي رحلة مريم ويوسف من الناصرة إلى بيت لحم. رحلة المحبة بين زوج يوسف ومريم، أحبوا بعضهم وتمموا المخطط الإلهي. هي رحلة الرعاة أيضا من بيت صحور، من حقل الرعاة إلى بيت لحم لكي يروا الطفل الوليد في بيت لحم. هي رحلة المجوس من المشرق للقاء الملك المولود. هي رحلة الأنبياء من خلال نبواتهم لتلتقي بالحقيقة، حقيقة التتميم أي سر التجسد.